ونقول للعالم كله مصر فيها امان. جايين من جاليات، جاليات من 12 جاليه من اوروبا، استراليا، الولايات المتحده الامريكيه، موجودين في الملتقى الشباب الرابع اللي بتنظمه وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة وعدد من الوزارات المعنية والهيئات. بقالهم 10 أيام، رحلة تنتهي غدا 3 يناير إن شاء الله، وخير الختام طبعا هو زيارة المشروع القومي، مشروع قناة السويس الجديدة.